ديالو بهذا الموضوع وأعضاء الجهة بصفة عامة. المبادرة كانت من الجهة ومن رئيس الجهة، وكنشكر مرة أخرى السادة المدراء كاملين اللي داروا عروض قيمة ومضبوطة بالأرقام، لأن هذه اللقاء هذا اللي الشهرة كتوجد تقريبا عدة لقاءات على صعيد الولاية وعلى صعيد العملات من أجل باش نعطيكم هذه الصورة اللي كتعطي واحد الحقيقة ورقة الطريق ديال السنوات المقبلة، ديال 3 سنوات 2022 2023 2024. فالتحدي اللي عندنا، التحدي الأولاني هو على المدى القصير. المدى القصير خصنا نكونوا في الموعد ديال الإنجازات المخططة في كل إقليم، باش يمكننا ننجحوا. التحدي الأول هو خصنا لجنة ديال الإنقاذ وديال التتبع على صعيد كل عمل، وعلى صعيد كل دائرة للتتبع ديال هذه الأشغال كاملة، أشغال ضخمة مهمة، مبالغ ضخمة وكبيرة اللي خصها التتبع. فكنطلب السادة العمال والسادة المنتخبين والسادة باش يكونوا لقاءات على صعيد العمالة والتتبع الميداني. راه كاين بعض المرات بعض الجماعات اللي ما عارفينش حتى السفينجة، فراه كنطلب أنه راه درنا لقاءات مع مكاتب الدراسات ومع التوبوغراف، وراه عرفنا تقريبا مشروع فين كاين، ولكن خص لا غوليف، خص التدخل الميداني، وخص الميدان الناس يخرجوا للميدان. فكنطلب من المنتخبين يخرجوا للميدان باش يعرفوا المشاريع ديالهم فين واصلين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين الأزمة، ما كاينلاش رجع الأرقام، أزمة خانقة ديال الماء معروفة، خصها تدابير استعجالية. كاين المقرر راه هضر عليه السيد المندوب الجهوي ديال الفلاحة، ذاك المقرر المشترك بين وزير الفلاحة والسيد الهري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكاين الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية. هذا القرار مهم جدا، لأن الزراعة غير مؤهلة للدعم بالنسبة للمشاريع. بيناتنا راه ما بقاش الإعانة المالية اللي فيها هادشي ديال لي زافوكا، اللي فيها لي باستيك، واللي فيها الخضروات، هذا ما بقاش، هذا كيجاوب على التساؤلات ديالك. فهذه هذه التحسن حساسة. هذا القرار المهم راه خرج بالأسبوع المشاركة. فيما يتعلق بالتدابير الاستعجالية اللي خصنا ناخذوها على صعيد كل إقليم، أنا كنخلي الصلاحية للسادة العمال من أجل قرار عملي يقتضي بتحسين واحد العدد ديال ترشيد الماء. كاين واحد العدد ديال المجموعات نقصرها بعد لأن ضرورية. إلا ما درناش هاد الجهة ديال اليقظة ديال تحسين ترشيد الماء على مستوى كل عملة على الأقل باش المواطن يعرف شنو اللي كاين. بحال دابا في المدارس خص في الليل يتشدوا في ليزيكيبمون كاملين، يتشد الماء في الليل، الإدارات يتشدوا الماء في الليل. فما يمكنناش خص لا بريسيون ديال الأمانديز وديال لونيم في الليل تنقص، وفي النهار تنقص شوية ماشي بحال الليل، ولكن خصنا لا يشوف سوف مارياغيزي مع هذه القضيه ديال الترشيد ديال الماء. كاين هذه الحملات التحسيسيه للقطاعات المستهلكه للماء، الصناعه والسياحه وغسل السيارات والحمامات كما قال الاخ والمدارس. كاين منع سيق المساحات الخضراء بصفه نهائيه بالماء الصحي للشرب. كاين تدقيق استهلاك الماء في الادارات والمؤسسات العموميه والشبه العموميه. وكاين النقص ديال الضغط ديال الماء، راه مهم جدا، كنهضر على الناس ديال لونيف والناس ديال لونيف. وكاين هذه المراقبه ديال القنوات اللي هضروا عليها الاخوان اللي فيهم لي فويت، راه مهم جدا، وجاو في التدخلات ديال الاخوان كاملين. وعدم سقط الاراضي الفلاحيه من السدود ذات المخزون الغير الكافي لسد حاجيات المياه الشهور القليله المقبله. وكاين تعبئات مياه جوفيه اضافيه للسدود الحاليه. كاين بعض الاقتراحات اللي خصنا نفكروا فيها، وكاين الاشكاليه اللي مطروحه واللي حلت لنا المشكل مثلا في العسيمه وفي تركيز، راه اللي حل لنا هو لاستاسيون ديال التريتمون ديال الديسالين، وراه الحمد لله اللي حلت لنا المشكل بصفه نهائيه ديال العسيمه وديال تركيز. فالحل النهائي ديال طنجه اللي راه عندنا الله واحد 10 شهور اللي كنجيبوا الماء ديك 50 مليون متر مكعب اللي جبنا من دار خروفه، يلا هذه الا ما كانوش الواردات عندنا واحد زعما ديال واحد دي موا وي موا ياك شحال تقريبا؟ عندنا واحد وي موا دي موا اللي ما كانوش الوالدين. فلهذا لابد هضرت مع السيد رئيس الجهه فيما يتعلق بالستاسيون ديسالمون اللي خصها تكون في طنجه، وخصنا نوصيو الدراسه في اقرب الاجل.
مرة أخرى أنا نحيي الإخوة الكاملين المنتخبين والسادة الحضور الكرام على التدخلات ديالهم، ولا إذا كاين شي أولويات ديال الجهة اللي عندنا راه والو الحمد لله، كاين استقرار كاين طمأنينة ولكن لمدة قصيرة، فلهذا اليقظات ثم اليقظات ثم اليقظات، وشكرا لجميع الأعضاء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.